أقام دبي التجارية مزود الخدمات الإلكترونية التي تعمل تحت مظلة دبي العالمية، أقامت حفلا لتكريم أفضل الشركات في مجال التحول نحو الخدمات الإلكترونية ضمن النسخة السنوية الثالثة من جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية لعام 2010. التقرير التالي والتفاصيل. أقامت دبي التجارية حفلا لتكريم أفضل الشركات في مجال التحول نحو الخدمات الإلكترونية ضمن النسخة السنوية الثالثة من جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية لعام 2010. وتم الحفل تحت شعار تقدير التحول الإلكتروني في التجارة والخدمات اللوجستية. كما تعملين الانتقال من مرحلة التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية، أن هناك التجارة التقليدية تحتاج إلى أعمال مهنية كثيرة، مثل كثرة الأوراق المتعلقة بالشحن، تسليمها إلى السائق، ذهاب السائق إلى المواني والجمارك بصورة يعني تقليدية وفيها طوابير وإلى آخره. أما فيما يتعلق بالقاعدة الإلكترونية لتجارة دبي ومساهمتها في الاقتصاد، فإنها تقوم على يعني قواعد معينة باستطاعة التاجر أن يخلص أعماله وهو من مكتبه إلكترونيا، يدخل إلى البوابة يستطيع أن يخلص أوراق الجمارك، أوراق الموانئ، وكذلك الدفع الإلكتروني عن طريق وهذا يعزز مكانة دبي التجارية والاقتصادية، وكذلك يفعل التجارة بصورة أكبر، لكون التاجر بإمكانه أن يستطيع الوصول إلى مصادر أكثر مما كانت عليه بالتجارة التقليدية. تم اختيار الفائزين في جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية للدورة هذا العام استنادا إلى نسبة النمو الذي حققته الشركات في تبني الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة دبي التجارية التي تدمج عبر منفذ إلكتروني. تقييم الرابحين تم عن طريق السيستم أو البورتال نفسه. أول شيء كان شورت ليستد أو وضحنا بس الشركات الأكثر استخداما للخدمات الإلكترونية. بعدها الكرايتيريا الثانية كانت نسبة النمو من بداية السنة لنهاية السنة. فشو كان نسبة النمو في استخدام الخدمات الإلكترونية؟ وهذا طبعا حرصا منا على تشجيع الشركات للتحول الإلكتروني، لأن خلاص تعرفين الحقبة الجاية كلها حقبة إلكترونية، والشركات عليها تستوعب أن دبي تغير منهجها من الزيارات المكتبية إلى استخدام الخدمات عن طريق البورترز أو الإنترنت. ومنحت جائزة المخلص الجمركي المتميز لشركة الممزر للشحن والخدمات اللوجستية، بينما فازت شركة الفواكه الطازجة بجائزة المستورد المتميز، ومجموعة لاند مارك بجائزة المصدر المتميز، فيما حصلت شركة أويل ويل فاركو الوطنية على جائزة شركة المنطقة الحرة المتميزة. بالإضافة إلى الشركات السابقة، تم تقديم جائزة تقديرية خاصة بالشركات التي أبدت أفضل مستوى تعاون مع فريق دبي التجارية وأكبر دعم لمشاريعها في عام 2010، وهي شركة جلوب لينك ويست ستار للشحن. فصل قصير وبعد نعود لمتابعة الجزء الثاني والأخير من جلسة الأعمال، ابقوا معنا.